يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مقر مجلس الوزراء مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز. كريم، لك أن تضعنا في أجندة اجتماع اليوم وأبرز الملفات التي من المتوقع إن شاء الله أن يتم مناقشتها. نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل هذا هو الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، ربما العديد من الملفات يتم مناقشتها بالفعل هذا اليوم، ولكن ربما هناك ملفات بارزة أو ربما تعد الأهم في ظل هذه الأيام التي تسبق بالطبع مؤتمر المناخ COP27 الذي سيعقد في نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ. الاستعدادات ما زالت جارية بالطبع في مدينة شرم الشيخ، ولكن هذه الاستعدادات لا تقتصر فقط على مدينة شرم الشيخ، بل هناك أيضا تكاتف من الوزارات المختلفة لطبع وضع مصر داخل الصورة الكاملة بين التكاتف الدولي، التكاتف المصري مع الدول العالمية بشكل عام للتعامل والتحول للأخضر. هذا التحول الأخضر بالطبع يلزم بعض المبادرات للتحول للأخضر. هذه المبادرات إما مثال على مبادرات تحضر للأخضر أو حتى مبادرات خاصة من وزارات وبروتوكولات تعاون مع مصانع بشكل خاص ومصانع أجنبية للتحول للمواد والمستلزمات الصديقة للبيئة. أيضا هناك جزء هام جدا وهو الجزء الخاص بالمناخ الاستثماري داخل مصر. هنا هذا المناخ الاستثماري يحتاج بالطبع للعديد من التحركات، وعلى رأس هذه التحركات بالطبع هو بروتوكول تعاون بين وزارة قطاع الأعمال وجهاز حماية المنافسة لخلق بيئة تنافسية بالطبع تنشيط المناخ الاستثماري والنشاطات الاقتصادية المختلفة. هذا بروتوكول التعاون ربما لا يهدف فقط بالطبع خلق هذه البيئة، ولكن أيضا له طابع خاص وهي التسهيل ووضع القوانين المختلفة للتيسير على المستثمرين بشكل عام. هناك أيضا يعني الاجتماع ما زال الآن مستمرا، ولكن هناك توقعات أيضا بالطبع بمناقشة ليس فقط الاستعدادات ولكن أيضا التعامل كما ذكرتم منذ قليل مع صندوق النقد الدولي وما ذكره عن ارتفاع المؤشرات الخاصة بالاقتصاد المصري. هذا بالطبع أهم ما يمكن أن يكون يحدث الآن داخل هذا الاجتماع. أشكرك جزيل الشكر كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري على هذه المشاركة، شكرا جزيلا لك.